يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر رطب على السواحل الشمالية الغربية والصعيد خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية خلال ساعات الليل. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ هذا من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 والجو فيها حار. في الأسكندرية 32-24 والجو أيضا حار. في مطروح 29-23 والجو فيها أيضا حار. في بورسعيد 33-26 والجو فيها حار. وفي الإسماعيلية 38-27 والجو فيها حار. بالنسبة لمحافظة السويس فيها درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 26 والجو فيها حار. في العريش 36-25 والجو أيضا حار. في طابة 36-27 والجو فيها حار. وفي شرم الشيخ 40-29 والجو فيها شديد الحرارة. وفي الغردقة 41-29 والجو أيضا شديد الحرارة. في الأقصر 43-27 والجو شديد الحرارة. في أسوان 43-27 والجو شديد الحرارة. في الوادي الجديد 42-24 والجو شديد الحرارة. في حلايب 36-29 والجو حار. وأخيرا في شلاتين 41-28 والجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.